قرقطيه الزواجل طالع كويس، لسه بفك ان شاء الله شوي بين زي العجميات ان شاء الله. وهاي فرخ المره هاي شوف كيف ازرق اكثر من البطن قبل هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواننا وحبايبنا، فيديو جديد فيديو جديد طبعا. بدنا نذكر الله ونصلي على النبي بدايه الفيديو، وبدنا منك لايك وكومنت حلو زيك يشجعنا للاستمرار وللافضل ان شاء الله. هي مسألة وقت يا اخوان، وان شاء الله بنجيب تلفون كويس، فاعذروني على جودة الفيديو، راح ان شاء الله حاط ببالي اجيب تلفون الجودة تطلع احسن من الطبيعة ان شاء الله. ادعوا لنا يا اخوان انها تيسر الامور معنا، وهين الحمد لله بتعب ليل نهار شغل بس مشان اجيب لكم تلفون حلو كويس. ان شاء الله شهر زمن بعون الله ان شاء الله حجيب لكم تلفون، اذا ما بجيب لك الاشي طباعة يرجع. طبعا انا مشكلتي تلفوني، يعني في كثير ناس بتقول لي التفاعل عندك ضعيف، التفاعل عندك ضعيف مظلوم. يا اخوان يعني كل شيء حسب امكانيته، يعني هيك امكانيتي يا اخوان، هيك امكانية تلفوني طلع لكم الفيديو، ولكن بنتعب بنجرد صح، في عندنا معلومات كويسة، كل شيء عندنا كويس، بس ربنا الله انه التلفون معسر الامور، يعني الصورة المصغرة بتطلع مش واضحة. طبعا هي اللي بتطلع الفيديو هي او العنوان، العنوان والصورة المصغرة هن اللي برفعن الفيديو، هن اللي برفعن الفيديو يا اخوان. طبعا مش مشكلة ان شاء الله قدام بنجيب تلفون كويس ومسعد وبتصير الجودة كويسة. طبعا تركيب، تركيب ثلاث جواز حلو، من ضمنهن جوز تهجين. كثير يعني قلت لكم فيديو امبارح شو هن، شو الفحل اللي بابرش عشو بدي احطه. طبعا اثنين اللي جاوبوا جواد ومحمد، طبعا هذول المتابعين المخلصين عندي بالقناة الاثنين، ظلوا متابعين وشاركونا برأيهم وعرفوا شو التركيبة. طبعا هذول لهم ان شاء الله مني جوائز حمام ان شاء الله، باقرب وقت راح نعطيهم الجوائز هاي ان شاء الله. يعني بفصل عليه جواد مش راضي يفهم اني بصور، ان شاء الله راح تكون مسابقات من هون ورايحة، كل فترة وفترة راح نعمل مسابقة ان شاء الله. طبعا مش عارف اذا انه شغال، والله شغال الضوء، بس مش مشكلة خلينا نفتح عليه نطيرن. امبارح ما كشيتن على الكامل، الشي اللي كنت مصور يوم العيد، امبارح كانت استراحة عندها وتأخرت امبارح. هلا عشان شاف الذبانة هون ظل اشي بالخش، لا ظل اشي بالخش. هسا راح نفرجيكم الجواز اللي ركبناها وراح ناخذ جولة على الزق. اذا مشو بابا بلعب معك بالحيل هب عن شكلك. طبعا هذا الوحيد اللي جبته من صاحبي، ها مش فرخي والله، لو انه فرخ، لو انه فرخي لمعس اهاليه بجري. هاي طبعا جيراننا كاشين، هسه راح تخلط عاد دعس الذباني، وهذا خلطن معهم، خلطن خلطن، لا ما خلطنش. شو البلدي ها، انسى انسى انسى، هاي خلطت روح يا برو، هاي خليط. طبعا ما علينا بالخليط هذا كله، احنا رافعين الطارة امور طيبة. طبعا انتقدوني وانتقاد ان شاء الله بناء، وانا اسف يعني اني طلعت القرقاطي، طبعا عم بحاكي مع عين وراسي، انتقادات وبناءة وبتشجع الواحد وبتطور منه، يعني بحسن، يعني شلون اقول لكم، مش بي يعني بخلي الواحد يتحسن لقدام بمحتواه. مثلا انا يعني عارف الصح، وخليط وما خليف هاي بخلطش فيها، يعني جزء هو فهمني، بس ما بصير اني مثلا على الفيديو اطول طير من حماماتي وهي حمامي خالطه ونشيطه اطلعه واطيره قدام الناس. يعني مثلا في ناس مبتدئه بجوز تشوف الاشي هذا صح تصير تقلدني، فهو اشي غلط يا اخوان. بس انا هاي المخاليف يا اخوان مش راك عليها، يعني هاي المفروض تكون مقصوصه هسه عشان كلها مخنوقه يعني ضايجه، فعادي اذا بقطعني طير يحط عنده.
عادي، إذا بيقطع لي طير يحط عنده، فمش مشكلة. إحنا خالطين فيها، بس هنفوت نفرجيكو جوز التهجين والجوزين اللي ركبناهن، من ضمنهم فحل من القوية، كان واحد جبناه من عند صاحبنا كان كنا عايرين وياه يزقه. وبس جوز التهجين راح أفرجيكو إياهن، ولكن ما راح نركبن هسه، الفحل عازله شوي تا يصحصح عشان الطير مهيون. طبعا خلينا نجيب الطيرة ونرجع لكم إخوان. قبل ما نفرجيكو الزق والتركيب والتهجين وكله، هاي الطيرة ظل بايضة، بايضة أو بدها تبيض اللي هو زي. طبعا جوز المكاب جوزين حطيناهن هون مبدئيا، حطيناهن هون، ولكن راح نحط المحل المسود. المسود الله بيعوضنا فيه، تعبان كثير كثير كثير. طبعا الطيرة هاي قلت لصاحبها تعال خذها وما اجى ياخذها، فهالسعيات بقول لك سامحني مش راح اعطيك الطيره، عشان انا عملت لك قدر وقيمه، انت ما عملت لي قدر وقيمه، صرت تحكي علي بظهري للي حوالك، انت عارف حالك. ان شاء الله انك تشوف الفيديو وعارف هو، انا مش راح اذكر اسم صاحبها، بس يعني من باب يعني الاحترام، انا بدي احترم حالي وما اقولش اسم صاحبها، ولكن انا يا اخوان عملت له قدر وقيمه وقلت له تعال خذها، مع اني يوم بعته الحمامات قلت له اللي بيحبس مالك فيه، اللي بيحبس مالك فيه لا تراجعني فيه، ولكن صار يراجعني وصار يحكي علي وصار يسب علي، فمش راح ارجع له الطيران. والاتفاق انه اللي يرجع ما ارجع له، ولكن حسن يعني اخلاق مني اني قلت بدي ارجع له اياها، ولكن طلع الشاب بيستاهلش وما عمل لي قدر وقيمه وما اجى ياخذها اصلا، ولا كلف حاله يقول مثلا انطيني موعد انه يجي، موعد انه يجي ياخذها، فمش مشكله احنا بنعرف نتصرف فيها. هسه هي يجي الجواد، خلينا نفرجيكم انطيني طير البلقه يا جواد، هيها بالقفص. طبعا خلينا نفرجيك هو مبدئيا الجوز، ها تم، ها تم، هي باقي بدها تطلع من القفص. طبعا ما هي ما طلعت بس مقصوصة عادي. طبعا هاي الحمام خليط بجيك، ها مش عاجبني وضع، مش عاجبني وضع من مرة، شكله رامي كثير. لا والله ولا رامي ريشة، بس صاير خدر، او عشان كشيتها ليل امبارح تشنجت. هات اشوف شو لابس اكاديمية، لو ايش خانقها. طبعا هاي الطرة يا اخوان راح نحطها على الابرش، هاي راح نحطها على الابرش. طبعا عيون زيتونية، طبعا العين الزيتونية يا اخوان ما بتيجي صفرة، تيجي لونها خضرة، خضرة هي خضار، يعني خضار الزيت، هذا هو ما يسمى. بدي احاول اجيب لكم عينها، ثبت لي وجهها يا جوال، شايفين كيف بتبين سودة، بتبين سودة ولكن هي خضرة، الطبيعة بتبين خضرة. بدك تلفون مسعد؟ والله ايفون ما جاب عينها هاي، شوف شوش. طبعا هاي طيرة بلقة فاضحة، راح نحطها على الابرش الازرق، وبتمنى منكم تقولوا لنا شو راح يرمن. خلينا ناخذ لقطة شاشة، اخوان هاي الفحل هون حاطه لما يصحصح يرجع شركة، وهاي طيرته، إذا فحل عليها بدي أخليها عليها. أعطوني رأيكم بالتركيبة هاي، وأعطوني شو راح يرمن. طبعا أنا عارف شو راح يرمن، بس أنتوا إيش؟ يعني أعطونا خلينا نشوف المعلمين بالبذر البلدي. طيرة عطشانة، طيرة عطشانة. طبعا تقريبا نفس العين الاثنين، بس هذاك بتيجي عينه عسليه مش زيتونيه، عسليه يعني سودة، ولكن العسلي
على العين العين الزيتونية توقع عادي. خلينا ناخذ لنا لفة سريعة على الزق، انه في شاب طلب مني امبارح بالتعليقات، طبعا لسه ما رديت عليه يعني اعذرني اخوي لسه مش رايق. طبعا هاي جوز هذولا تركيب جديد، هذا الفحل اخذته من صاحبي كنت انا عايره اياه، وهي الطيارة مخلفتنا زقناها على بعض. طبعا هون الجوز الثاني التركيب، الطيارة هاي قرقاطية، طبعا خلفتها على القرقاطي حلو، ولكن ملك الزاجل قال لي حطها على فحل اسود سواد وفاهي، وردينا عليه وخلينا نشوف شو بدهن يرمي ان شاء الله. طبعا الجوز هذولا منفوسات، انا عارف مين نفسهن، كل ما يبيضن بيضهن لا بيطلع فاضي لا بكسرن بيضهن، طبعا محضن تحتيا، يعني هذول الجوز مبدئيا يا اخوان اعتمدوهن تسحيب، جوزهم مرات نخب تسحيب مش نخب، حلوات يا اخوان باللون هذا بالوجه هذا نادر تلاقيه. طبعا الفحل وجهه حلو، فحل وجهه حلو، وجهه كويس، طيره وجهها متوسط. طبعا في عندنا فراخ، ولكن مش هسه ناوي اعزل. طبعا هاي المكاويات صلاه النبي، اللهم صل عليك يا نبي، مفكسات ملبيات امورهن طيبه. طبعا اللبه اكثر من مره تناقشنا فيه بث، طبعا اتوقع انا اتوقع يعني زي شايفين كيف شقف صفراء، يعني لا هي قاسيه ولا هي مي طريه، عادي يعني حب اصفر. انا اتوقع انه هذا يعني الطيره قبل بيومين، او الفحل يعني الجوز، هن الاثنين بلبن يعني، انا هذا اللي لاحظته انه الجوز عادي الاثنين بلبن. اتوقع انها بتاكل وبتخزن العلف بحرقها او بحصلتها، لما يطرى ويصير زي السريلاك بتزق الفراخ. طبعا عندنا هون الطيره البلجيكيه، مها بيض مها بيض، عندنا هذول كان مها مفرخ قيمته حضنته، عندنا البواز مفكسات ما شاء الله، هاي الفحل وهاي الطيرة، ومحن فرخين، فرخ ذباني وفرخ بوز، بس الذباني ملحوق مش ملبياته كويس. في عنا هون النغل على البوزاي، باضن بيضة واحدة، الطيرة باضت بيضة واحدة وبيضة صغيرة، يعني الطيرة بدها كلس، الطيرة بدها كلس. في عنا هون الجوز هذولا راح اقلبهن عن بعض يا اخوان، عشان شكلهن اخوان والاخوان على بعض ما بزبط، يعني بدك يعني الاب على البنت بزبط، الام على الابن بزبط، اما الاخوان مع بعض بزبطنش، بطلع افراخ مناعتي مش كويسه. هذول محضن تحتيهن تحضين، وين اولادهن؟ هاي واحد شايفين كيف صحته، طبعا جبت لهن فلاجين امبارح ان شاء الله راح يصحصحين على الفلاجين، شايفين كيف؟ طبعا لازم اعزلهن، بس بصراحه برا الجو برد بديش اظلمهن بالعزله. طبعا هاي عندنا فرخ بوز وصلاه النبي، عندنا فرخين نغول بس طالع بياضهن عاطل شوي، عندنا زواجل، عندنا بلاجكا، عندنا في كشامره هين، في الزاجل هوب، في مراسلي جاي معكوف كويس عكفته، في عندنا الكشميري هذا، البلجيكي هذا جاي زي المشخيط هذا ان شاء الله بفك، في عندنا الكشميري هذا، شوف في عندنا كمان. طبعا هون وصلنا لهون، عندنا هاي الطيرة راح اشيلها عن الفحل هذا، طبعا الفحل بياض وصلاة النبي، بس الطيرة بياضها مش كويس، بياضها عاطل. طبعا حاط محن انا ثلاث فراخ، فرخ بلجيكي، وهذا ابن القرقاطية على الجلف، هاي قرقاطية الزواجل طالع كويس لسه بفك ان شاء الله شوي، مبين زي العجميات ان شاء الله. وهاي فرخ المرة، هاي شوف كيف ازرق اكثر من البطن اللي قبل، هنا ازرق اكثر بس جزء ما يوضح عشان اني مشغل فلاش. الطيرة هاي راح انفيها نفي اخوان، شوف الطيرة يعني بتجيش ربع جمال الفحل هذا، 35 ليرة طلب مني، فشوي رحت منجرة كنت. طبعا هاي الطيرة
صفى معها فرخ ذبان مبين، مبين فرخ ذبان. في عنا للشفرات هذول، هاي الفحل وهاي الطيرة بدهن يبيضوا. طبعا الطواير عندي بصراحة مش حلوات، الفحول عندي أحلى، الفحول عندي أحلى. طبعا جوز الزواج هذول سحابة بيض من تحت الهومرات، ومحن فرخ، فرخين مشيلين، في فرخين مشيلين. طبعا هذا كمان ابن الجلفاي، طالع مشخط تشخيط حلو، وقرقاط قرقاط يعني ضربات القرقاطة فيه حلو، شايف فيه موحم كمان. هذا بلجيكي، هذا الزاج الابن الاصلي. في كم جوز بفرجيكم اياهن ننهي حلقتنا. طبعا الحمد لله هاي الطيرة فقست، طبعا هذا الفحل بس يعني فقسن الجوز، هون ثلاث فراخ بس هذا صحته مش كويسة، انتكس فجأة، هذا انتكس فجأة. مع الفلاجين شايفه الحمد لله أحسن، مع الفلاجين شايفه أحسن، أتوقع عشان إنه بيض مفتوح، يعني هذا الفرخ بيض مفتوح. فاحكوا لنا بالتعليقات بيض مفتوح كيف وضعه معكم؟ أنا كان وضعه أموره تمام، ولكن بجوز إنه عشان كنت بركب جديد والجو يوم برد ويوم شمس يوم أبصر شو، بجوز إنه يعني ضعفت مناعته شوي، ولكن مش عارف. إن شاء الله يكون عشان إنه بيض مفتوح، يعني أنا جربت قبل من مرة عادي كان الوضع تمام، يعني بيض مفتوح يعني ما واجهت صعوبة. طبعا عندي الفحل اللي حبس هذا معاه بيضة من بيض الشفرات المغول، وبيضة إله طيرته عشانه كان فراخين صغار باضت بسرعة. عندنا هذولا الجوز باضن، يا رعاك الله الجوز هذولا باضن. طبعا الطيرة أول شي باضت بتاعت الأكل، لما نقلت البيضة الأولى طبت أمورها طيب. طبعا هذول الفرخين ولاد الطيرة، هاي الطيرة البلجيكية الحمراء، فراح أقلبهن على بعض، ما راح أخليهن على بعض عشاني عارف مبدئيا راح أخليهن تحضين لما أقلبهن. شايفين كيف؟ ومش البطن الأول، هذا البطن الثاني. أول جوز بيض خربن، البطن الثاني طلعن هيك عاد ثوبن حلو، ولكن صحتهم مش حلوة. يعني شوف شوف كيف صحة الفراخ عندي، شوف صلاة النبي، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، بقول لك ما بحسد المال لأصحابه، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا صحة وما شاء الله عليهم، طبعا هذول الاثنين إخوان صحة وما شاء الله عليهم، ولكن خلص سبحان الله خلص داخليا أنا حاس إنه عشانهن إخوان، حاس عشانهن إخوان. طبعا عندنا هون الطيرة بايضة، وهي ما شاء الله معها ثلاث فراخ، فراخ فراخ إيه هو. هاي اخوه، طبعا هذول الاولاد اللي حبس، والطيره اللي حبست هاي الطيره رجعت وفحلها اللي رجع، وهذا بندوق زومبيات عند صاحبنا عماد حزنا فيهن حبيب القلب ما قصر. عندنا الطيره هاي السوداء ما شاء الله صلاتك يا نبي، تفقيس جديد معها فرخين، في فرخين ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعندنا الفحل هذا مع طيرته محن فرخ، شكلها الطيره بايضه، شكلها الطيرة بايضة. عندنا هون بيض الزرزور اللي حبس، يعني طفت الطيرة وخليته يبيض عليها على السريع سريع سريع، مفيش مجال لفك الإعجاب. يعني على السريع يعني هالسعيات بالطريق يعني بالسلاف هاي اللي سويتها أول ما حبس، أول ما حبس لصاحبه ورد حبس لي. طبعا هاي صارت سلافة حلوة يعني كثير، بس رجع لي بنفس اليوم انطف طيرة، ما خليته يطقطق ويتهبل وخليته يطير مع الحمام وهيك، لا اول ما اجى حطيته على طيره وصار يطير عادي ويحط. ليش؟ عشان في اشي صار ماسك، هو جاني عشان قبل هالمره زق عندي، قبل هالمره زق عندي عشان عارف اول ما يجي هون راح ينزق، ما فيش مجال. عباده يعني بيعرف يتعامل مع الطير. طبعا هاي طيرته، طبعا طيرته كانت تعبانه مريضه، كانت شو اسمه ما هزت راس، الحمد لله ربنا اطلع علينا وشافنا قديش تعبنا مع الطيرة وطابت الحمد لله. طبعا في حركة 15 فرخ يا اخوان، ولكن بدي اصبر علينا شوي، لانه زي ما انتم عارفين زي ما انتم عارفين كل يوم الجو جوز الهومرات. بقول في اشي اذا ما صورته هون، طبعا هاي الجوز هذولا بس مش اولادهم يا اخوان، هذول مش اولادهم، في ثلاث فراخ تسحيب هذول.
انا يا اخوان بساعد الاهالي. كيف بساعد؟ بجيب علف الصوص المركز الاصلي اللي هي ما ادري شو اسمها الشركه، ليش اخش بالشركات، ما ادري شو اسمها الشركه، العلف الاصلي من عند شب صاحبنا يا زلمه كبير بالعمر، يعني بالستين عمره، ومن يوم يومه هو بيشتغل بالعلف. فالزلمه هاب برتاح له، برتاح لعلفه. وما لنا مقطعين، مش مال الحمام هون يطير هون اربعه. هاي رجعت خلطت خليط كسر روس. طبعا ما علينا يا اخوان، افرجيك الجوز هذولا، خلينا افرجيك الجوز هذولا. الجوز هذولا باظن، حلو يا اخوان، باظن وخو كسر بيض، فعادي مش مشكلة يعني يا اخوان، مش مشكلة. وهاي الحمامات خلطات، انا بدي ارجع انزل على المحل يا اخوان، شنو الحجة عندي صايم 6 شوال، فما راح اتأخر، فراح اخلي جواد هو يتعامل مع الموضوع. وهاي الحمام خالطة مع جيراننا، هسه بطلبها، مش يطلبها يعني، خلاص خليها تحط، شنو امبارح كشيتها ليل هلكتها، كان عندي قرابتي من الزرقاء وزمان بطل الحمام، فخليناه يرجع للسوسي. وهاي هذول المخاليف امورهم طيبة، المسود مكوع صلاتك يا نبي. هذول المخاليف امورهم طيبة، قربني خلصن على الخالص. طبعا البوز خلص طلعناه، دعك بيومين ثلاث اموره طيبة، مالها زي الشوربة اليوم، تعبانة والله من امبارح. سقاطين احنا المسود. طبعا يا اخوان هيك بتكون نهاية حلقتنا، اتمنى دعمكم، ولا تنسونا من دعمكم يا اخوان اهم شيء. طبعا هيك بتكون نهاية حلقتنا، والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.